أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، سلام ونعمة يسوع المسيح مع جميعكم. في البداية بحب أشجعكم خلال كل هذه التأملات اللي بنعملها بشكل يومي، صلاة إنه تكون بركة لحياتك. وإذا أنت فعلا عم تتشجع من خلال هذه الدراسات بحب أسمع منك، فيك تكتب تعليق. وإذا فعلا الرب عم بباركك من خلال هذه الدراسات فيك تشارك آخرين، وفيك كمان إذا عندك سؤال محير بتحب تسأله كمان بتكون فرص حتى نرد على الأسئلة أو السؤال اللي بتوجهه. عفوا، ما زلنا في السلسلة اللي هي ما هي إرادة الله لحياتك. قلنا إرادة الله لحياتك أولا القداسة، أولا الخلاص، القداسة، الشكر، أقصد حياة الشكر. واليوم إرادة الله لحياتك أن تتغير. قال أحد رجال الله: لا نقول تجددنا وتمددنا، لكن نقول تجددنا وتشددنا بنعمة المسيح. فالخلاص هي الخطوة الأولى، لكن أحبائي غاية الخلاص هو أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح. والقراءة اليوم هي من رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا إصحاح 12، ورح أبتدي من الآية الأولى. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله، ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. آية 2 مرة تانية: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أحبائي، هنا الرسول بولس بيكتب رسالة، واحدة من أقوى الرسائل المسيحية التي تعالج كل أو معظم الأساسات الإيمانية والعقائد الأساسية الرسمية المسيحية. بتركز على عقيدة الخلاص من التجديد والتبرير والتقديس والتمجيد والاختيار والتبني. بيتكلم عن مواضيع لاهوتية عميقة جدا. لكن من هذا الإصحاح الرسول بولس بيأخذنا مش بس إنه نتعلم الفكر اللاهوتي. فكر اللاهوتي خالي من غير السلوك العملي المسيحي. فمن هذا الإصحاح بيبتدي بيتكلم عن الحياة العملية، الحياة المسيحية العملية، وهون بحط التطبيق العملي. فهو يطالب ويحرض ويشجع المؤمنين، يقول: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فأول شيء الرسول بولس بيتكلم عن الجسد المكرس. فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. جسد مكرس بيتكلم عن ذبيحة حية، لأن احنا بنعرف ذبائح العهد القديم كلها ذبائح دموية، لكن بيتكلم بفضل ذبيحة المسيح الكاملة النهائية. فإذا لا توجد ذبيحة بعد ذبيحة يسوع المسيح. يعني بكلمات أخرى، لم يعد للذبائح ذبائح العهد القديم أي تأثير. ومنشوف هذا الشيء بيتكرر بالرسالة إلى العبرانيين. في عبرانيين إصحاح 9 الآية 11
والآية 12 مكتوب: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. Once for all، خلاص لا توجد ذبيحة بعد ذبيحة المسيح، لا يوجد مخلص بعد المسيح، لا توجد أي شخصية بعد العمل الكامل النهائي اللي قدمه يسوع المسيح. فإذا هو الذبيحة النهائية. هون بيتكلم عن العبادة الوحيدة، هي تقديم الذوات أو الذات كليا بالكامل للرب، وأن نكون تحت سيطرة الرب. يقول الرسول لكنيسة روميا إصحاح 6: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. السؤال: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح، يعني بيستمر في الآية كما باستماع صوت الرب؟ يقول في رسالة صموئيل إصحاح 15: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. فإذا الله ينظر إلى الدافع، ينظر إلى الداخل، وينظر إلى الذات. ممكن تقوم بكل الممارسات الدينية وبكل الذبائح، ولكن مش بدافع صحيح، مش بإيمان، فالله يرى القلب. في مزمور إصحاح 40 قال: أن أفعل، يعني بيبتدي بيقول بذبائح لم تصر، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. وهي تطبيقها كمان نبوة عن يسوع المسيح. يقول الكتاب: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. في النبي هوشع إصحاح 6 والآية 6، وفي آيات شبيهة في عاموس، النبي عاموس إصحاح 5. معرفة الله، هذا ما قاله يسوع في يوحنا 17: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. شو الله بيطلب منك؟ هل بيطلب ذبائح؟ تفعل الحق، الرحمة، وتكون شخص فعلا تسمع بتصغي وبتطيع صوت الرب. لاحظ ما يقول الكتاب: أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. عبادتكم العقلية، أي منسوبة إلى المنطق وإلى الصحو وإلى المعرفة الروحية، إلى النصح والاتزان والتوازن العقلي، يعني في ضوء كامل، في ضوء كامل الغنى الروحي اللي الله أعطانا إياه، اللي بنتمتع فيه كمؤمنين. هاي هي إرادة الله. جسد مكرس يعني تحب الرب من كل قلبك، تعيش حياة الانتماء والولاء للرب يسوع، يعني حياة جندية. الشخص المكرس هو الشخص المقدس المنفصل عن العالم، مفرز لله. الشخص المكرس هو اللي بايع حياته للرب، ما عادش أي شيء يهم في هذا الوجود، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. ثم يقول أحبائي في غلاطية 22: مع المسيح صلبته، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام. خلاص أصبحنا ملك المسيح بالكامل، هذا هو التكريس. ثم الشيء الثاني، الله بيطالبنا بإرادة خاضعة. الإرادة الخاضعة هي الإرادة اللي تحت سيطرة الروح القدس. عندما تخضع هذه الإرادة مكتوب لتختبروا،
ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. يعني إرادة الله دائما صالحة، إرادة الله دائما كاملة، دائما مرضية، إرادة الله دائما للخير. ونحن نعلم أن كل وأن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي مستنيرة عيون أذهانكم. هذه الإرادة الكاملة، العيشة التي ترضي الله بالكامل، يعني بكلمات أخرى حياة لا عيب فيها أدبيا وروحيا أيضا، كاملة كما أن الذبيحة بلا عيب كاملة. وهكذا نحن أحبائي أجساد مكرسة، إرادة خاضعة ومخضعة لسلطان الله بالروح القدس الساكن فينا. شيء ثالث، الله بيطالبنا بقلب مقدس. مكتوب ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لا تشاكلوا هذا الدهر لئلا تتشكل حسب إرادة هذا العالم، بحسب القيم، بحسب المبادئ، بحسب النظام، بحسب فلسفة هذا العالم. هذا العالم الساقط، هذا العالم اللي بيتكلم عنه الرب، هذا العالم اللي وضع في الشرير في كل أنظمته. الأنظمة هي التي تحارب نظام الرب يسوع المسيح. مكتوب كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بطرس الأولى الإصحاح الأول. فإذا أحبائي مكتوب لا تشاكلوا هذا الدهر لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ثم لا تشاكلوا هذا الدهر لأنه بالحقيقة نحن في حرب شعواء، حرب ضارية ودروس، حرب روحية على ظلمة هذا الدهر. أفسس إصحاح 6. ثم أحبائي لا تشاكلوا هذا الدهر لأنه سيمضي، يمضي هذا العالم، هذا الدهر يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد. مكتوب أحبائي في كورنثس الأولى إصحاح 7 هيئة هذا العالم ستزول. على قيمة مسكين في هذا الدهر وفي هذا العالم. أحبائي مكتوب لا تحبوا العالم، محبة العالم عداوة لله. فإذا هذا العالم خلاص رح ينتهي. إحنا قلنا إحنا من فوق كما يقول الكتاب عم ننتظر أبدية، الحياة الأبدية، مننتظر السماء وجمال ومتعة السماء حيث نكون مع حضور يسوع المسيح. لا تشاكلوا هذا الدهر لأنكم مكتوب قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس، لأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. فهنا دعوة أن لا تتشكل بحسب العالم لأن العالم يضغط علينا حتى نساير ونساوم ونتهادى على حساب الحق الكتابي، لكننا بنعمة الرب يسوع المسيح نحن نستمد قوتنا من حضور يسوع. وعندما نمتلئ من الروح القدس، نمتلئ أيضا من الكلمة، نستطيع أن نقاوم هذا العالم الشرير. الله بيطالبنا بقلب كامل نحو الله. شيء رابع، الله بيطالبنا بذهن متجدد. يعني الروح القدس بشكلنا،
بغيرنا، لا تشاكل بل تغير، يعني سلبي ثم إيجابي. لما أنت بترفض بتمتلي بقوة أخرى، هذه القوة هي قوة الروح القدس، فتتغير أفكارنا وتتشكل بحياتنا بحسب مشيئته. عندما تكون حياتنا مشبعة بكلمة الله ونتأمل بكلمة الله، فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه. مزمور 119 آية 11. إخوتي وأخواتي، أن نخضع بالكامل إلى سلطان الكلمة، كلمة الله. مكتوب: وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. فتجدد الذهن هذا الشيء يومي، شيء دائم، شيء مستمر. الغاية أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح اللي هو مثال الكمال وكمال المثال ومثال الجمال وجمال المثال وجمال الكمال وكمال الجمال، بل هو كمال الكمال. أحبائي، مكتوب أيضا: ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. كولوسي إصحاح 3 والآية 10. في آية 16 مكتوب: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ثم أيضا مكتوب: أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. تعرف أحبائي، هاي معركة. مكتوب: لأننا وإن كنا نسلك بالجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر لطاعة المسيح، ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. مكتوب يعني: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ثم يتكلم الرسول بولس إلى كنيسة فيليب إصحاح 4 آية 8: أخيرا يا إخوتي، كل ما هو جليل، كل ما هو طاهر بيستمر في ليستا، ففي هذه افتكروا، في هذه افتكروا. أحبائي، نحن مدعوون. هذه الحرب كمان حتى على المؤمنين، يعني إذا إله هذا الدهر الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، بالنسبة للمؤمنين بولس بيكتب لكنيسة كورنثوس، كورنثوس الثاني صح 11، بحذرهم من الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة والرسل الكذبة. يقول: أخاف عليكم أنه كما خدعت حية الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإذا أحبائي، نحن نمتلئ بالروح القدس وأيضا نمتلئ بالكلمة. فهنا أحبائي، الذهن المتجدد أيضا اللي دايما منفتح أن يمتلئ من الروح القدس. مكتوب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. شيء خامس أحبائي، مكتوب: تغيروا عن شكلكم. شش يعني الملابس هنا بيتكلم عن التبدل، التحول في الهيئة الخارجية. مثلا عندما كان المسيح على جبل التجلي في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2 مكتوب: وتغيرت هيئته، كان وجهه بيلمع مثل الشمس وتغيرت هيئته.
أظهر طبيعته الإلهية ومجد الإله الداخلين انعكس على وجهه، انعكس على شكله. هكذا أحبائي تغير يعني طبيعتنا المفدية بدم الرب يسوع المسيح، الطبيعة الداخلية اللي تجددت بحسب صورة الخالق ينبغي أن تنعكس إلى الخارج. والكلمة ميتامورفيسز زي الدودة في الشرنقة التي تتحول إلى فراشة جميلة، وهكذا نتحول في محضر الله. وهذا التغير شيء مستمر، شيء مستمر ودائما. مكتوب في كورنثوس الثانية إصحاح 3 والآية 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما من مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. لاحظ هذا التغير يوميا بشكل مستمر، الروح القدس بشكلنا بغيرنا، والغاية حتى نكون صورة يسوع المسيح. أصعب شيء أن يكونوا مسيحيين اسميين لا يعكسوا صورة أو تعليم أو صفات أو طبيعة الرب يسوع المسيح. بكلمات بسيطة الرسول بولس يطالب أن نكون ذبيحة حية، إرادة خاضعة ممسوحة بالروح القدس، ذهن متجدد، أن نكون خليقة جديدة، شعب جديد، أفكار جديدة، حياة جديدة، نحيا لتمجيد الرب في حياتنا. إنها دعوة للتميز في محضر الله، تكون شخص متميز. إنها دعوة للتكريس الكامل، كل ما نحن هو ملك الرب. إنها دعوة للانفصال عن هذا العالم. إنها دعوة للتضحية بالذات. إنها دعوة للعبادة العاقلة الممسوحة بروح الله ومشبعة بكلمة الله. إنها دعوة للتغيير أحبائي. إنها دعوة للامتلاء بالروح القدس بأنهار مياه الله تتدفق في حياتنا فتفيض على الآخرين. سؤالي، هل انت اليوم مثل امبارح ومثل اول امبارح ومثل السنة اللي فاتت؟ معناته في مشكلة. شو رأيك اليوم نقول له يا رب انا عاوز اتغير تغييرين، التغيير الاول ميتانويا والتغيير الثاني ميتامورفيسز. ميتانويا بتعني التوبة، تغيير الفكر. واليوم تقول له يا رب انا عاوز اتوب، ارحمني انا الخاطئ. وإذا أنت صلك سنين مثل ما أنت مش عم تنمو وحياتك الروحية زفت، سامحني بالعبارة، مش عم تنمو مش عم تتقدم، قل له يا رب اليوم أنا عاوز أتغير بمحضرك، املأني بالروح القدس وابتدي اتشبع وتلزز بكلمة الله فتتشكل بحسب إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وتعيش للرب. ربنا يباركك، بحب أسمع منك، وشارك هذا الفيديو مع آخرين. الرب يكون معك.